بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مناقشة الشيخ مصطفى صبري للعلامة الكوثري رحمه الله واعتراضه على مذهب الماتريدية، وكنا وقفنا عند قوله فقد ظهر من كل ما سبق، أليس كذلك؟ نعم سيدي. طيب، نضع هذا العنوان، يمكن نضع هذا العنوان: مذهب المعتزلة أقرب إلى الجبر من مذهب الماتريدية. مذهب المعتزلة أقرب إلى الجبر من مذهب الماتريدية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: نفعنا الله به وبكم سيد أمين. وقد ظهر من كل ما سبق حصر المذاهب حول مسألة أفعال العباد في مذهبين: الجبر أو التفويض. حتى إن مذهب التفويض الذي اشتهر به المعتزلة يرجع إلى الجبر بتأثير الدواعي التي تفويض. احنا قلنا التفويض معنى إيه يا أخوانا؟ يعني تفويض الفعل إلى العباد، يعني العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية. تفضل. قال: بتأثير الدواعي التي يخلقها الله تعالى، التي يخلقها الله في القلوب، وعدم تجويزهم الترجيح بلا مرجح. فيكون مذهب الماتريدية فقط القائل بكون الإرادة الجزئية التي هي الإرادة الوحيدة المتحققة في الخارج من العباد، والله تعالى خالق أفعالهم المقدورة على حسب إرادتهم خلقا مضطردا جرت سنة الله عليه، وليس للدواعي السانحة لقلوب الناس سلطان عليهم عند الماتريدية. طيب، ماذا يقول الشيخ هنا؟ ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول إنه مذهب التفويض، يعني مذهب أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، يعني أعمال العباد مفوضة إليهم، يقول الشيخ يرجع إلى الجبر، يعني يؤول إلى الجبر. كيف؟ يقول بتأثير الدواعي التي يخلقها الله في الإنسان. يعني أنت يا إنسان، لماذا مددت يدك لتشرب الماء؟ هناك داعية. هذه الداعية أنت لم تخلقها، بل هي من خلق الله تعالى، ثم لا يمكنك أن تقول إن هذه الداعية حصلت هكذا بلا سبب. لماذا؟ لأن الترجيح بلا مرجح باطل، لا يجوز. فإذا المعتزلة مع قولهم بأن فعل العباد من خلقهم، لكنهم في الوقت نفسه يقرون بأن هناك دواعي، هذه الدواعي يخلقها الله. طيب، إذا كان هذا هو مذهب المعتزلة، فكيف يكون مذهب الماتريدية؟ يقول: فيكون مذهب الماتريدية فقط القائل بكون الإرادة الجزئية التي هي الإرادة الوحيدة المتحققة في الخارج من العباد، والله تعالى خالق أفعالهم المقدورة على حسب إراداتهم خلقا مضطردا جرت سنة الله عليه. طيب، إذا نذهب الماتريدية، ماذا؟ إنه الماتريدية عندهم ما ينسب إلى العباد هو الإرادة الجزئية، وهذه الإرادة الجزئية هي العزم المصمم. هذا العزم المصمم يكون له أثر في الخارج،
هذا العزم المصمم من العباد. فإذا عزم العبد على شيء خلقه له الله تعالى على حسب اضطراد عادة الله في خلقه. طيب، ما هل هناك، هل العزم المصمم هذا، هل العزم المصمم هذا هو بعينه، هو بعينه الدواعي السانحة التي يخلقها الله في القلوب؟ لا، ليس هو الدواعي. يقول: وليس للدواعي السانحة لقلوب الناس سلطان عليهم عند الماتريدي. إذن الماتريدية يفرقون بين الإرادة الجزئية التي هي العزم المصمم والدواعي، لأن هذه الدواعي والدوافع وإن حصلت في القلب فإنها غير موجبة. يعني أنا الآن إذا ورد على ذهني مثلا أن أمد يدي لأشرب الماء الآن، هذه سانحة. طيب، هل هذه السانحة مرغمة؟ مرغمة لي بحيث إذا سنحت لا أستطيع أن أدفعها، أو لا أستطيع إلا أن أقوم بتنفيذ مرادها؟ لا طبعا، هي مجرد سانحة غير موجبة ولا مجبرة. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما الذي يكون له الأثر في الخارج؟ ليس هذه الدواعي، بل العزم المصمم، بل العزم المصمم. طيب، الماتريدية أيضا يقول لقولهم بجواز الترجيح من الفاعل المختار بلا مرجح. إذن الماتريدية يقولون بجواز الترجيح بلا مرجح، يعني الإنسان قد يختار شيئا، وإذا سألته لماذا اخترت هكذا فقط لمجرد أنه كان متاح، يعني ليس هناك مرجح ذاتي في هذا الشيء رجحه على غيره. فإذا الماتريدية يقولون بجواز الترجيح من الفاعل المختار بلا مرجح. المعتزلة يقولون لا يجوز الترجيح بلا مرجح. فمذهب المعتزلة القائل بعدم جواز الترجيح بلا مرجح معناها أن هناك مرجح لهذه السوانح والدواعي وهو الله، فإذا مذهبهم كما يقول الشيخ أقرب إلى الجبرية منهم إلى المعتزلة، يعني من الماتريدية. إذن الشيخ يشنع الآن على مذهب الماتريدية ويقول إن مذهب الماتريدية أبعد عن الحق الذي يعتقده هو حتى من مذهب المعتزلة، حتى من مذهب المعتزلة. طيب، قل يا شيخ تاني: وليس للدواعي، وليس للدواعي السانحة لقلوب الناس سلطان عليهم عند الماتريدية لقولهم بجواز الترجيح من الفاعل المختار بلا مرجح. يكون هذا المذهب فقط أحق باسم مذهب التفويض وأبعد عن الجبر من مذهب يكون هذا المذهب فقط أحق باسم ماذا؟ التفويض. ما في مذهب؟ نعم، باسم مذهب التفويض. نعم. وأبعد عن الجبر من مذهب المعتزلة. في التعليق: ويكون قول الصديق المنقول سابقا، فالمعتزلة المنقوضة المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم الماتريدية أو الشيعة الإمامية، محتاجا إلى التصحيح والتعديل. ليه بقى محتاجا إلى التصحيح والتعديل؟ أين التصحيح والتعديل؟ كأن التعليق سيدي ساوى بين المعتزلة والماتريدية، وهو هنا فرق. هذا كلام مين؟ المعتزلة المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم الماتريدية. من هذا الصديق؟ الشيخ زاهد الكوثري. طيب، هل المعتزلة يعيشون تحت اسم الماتريدية؟
فقط في رأي الشيخ مصطفى صبري. بس هو بيقول لك ده كلام الشيخ زاهد مش كلام الشيخ مصطفى. هذا كلام الشيخ زاهد. المعتزلة المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم الماتريدية. يعني إذا كان هذا الكلام هو كلام الشيخ الكوثري فمعناه أن بعض المعتزلة بعد مناظرات أهل السنة معهم بان له أن مذهب الماتريدية هو الأقرب إلى الحق. بان له أن مذهب الماتريدية هو الأقرب إلى الحق الذي يرضي جانبي العقل والنقل معا. طيب الشيخ مصطفى صبري بقى عايز إيه من الكلمة دي؟ الشيخ مصطفى صبري هنا يريد أن يقول إن مذهب المعتزلة أقرب إلى الجبر، فمعنى ذلك إن العبارة محتاجة إلى تصحيح. يعني المفروض نقول إيه بقى؟ نقول فالمعتزلة المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم إيه؟ الماتريدية أو الشيعة الإمامية، هكذا يقولون. المفروض بقى نقول فالجبرية المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم، نقول به المعتزلة أو الماتريدية أو الشيعة الإمامية، باعتبار أن كلامهم كلام المعتزلة، لا مش الماتريدية يا ربي، باعتبار أن كلام المعتزلة بيقول إلى الجبر، فمفروض نقول بأي فالمعتزلة المنقرضة أو فالجبرية المنقرضة يعيشون الآن تحت اسم المعتزلة. يعني يمكن هذا ويمكن هذا، المهم إن هو عايز يلصق الجبر بالمعتزلة ويبعد الماتريدية عن هذا الجبر. الشيعة طبعا كما لا يخفى عليكم، الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية والإباضية كل هؤلاء أصولهم هي أصول المعتزلة، فما زال المعتزلة يعيشون الآن تحت اسم هذه الفرق. ننتظر كده ما نشوف العبارة دي من الذي قالها. يعني العبارة دي هل سبقت يا جماعة أصلا؟ فالمعتزلة المنقرضة فين العبارة دي؟ سبقت فين؟ أين سبقت هذه العبارة؟ يعني العبارة هذه غير موجودة يا مشايخ، هذه العبارة غير موجودة، لازم نشوف من قائل هذه العبارة. ماشي يا سيدي تفضل. يعني إذا كان الشيخ زاهد فإحنا قلنا معناها إنه يريد أن يقول إنه الكثير من المعتزلة وجدوا في مذهب الماتريدية الحق الذي يرضي جانبي العقل والنقل. الشيخ مصطفى الصبري بنقله لهذه العبارة يريد التشنيع على الماتريدية، والتعديل يقول محتاجا إلى تصحيح التعديل. التعديل الذي يقترحه أو الذي يفهم من عبارته هو أن الجبرية يعيشون تحت اسم المعتزلة أو المعتزلة يعيشون تحت اسم الجبرية، والله أعلم. ماشي مولانا تفضل. سيكون لأصحابه الماتريديين ومروجيه المزدادين في الأزمنة الأخيرة حق تضليل المعتزلة واتهامهم بالمغالاة في سلطة الإنسان على أفعاله، فهو يملك أفعاله التي يخلقها الله في مذهب الماتريدية بتملك إرادتها، ولا يملك أفعاله الصادرة عنه في مذهب المعتزلة رغم كونه خالقها بسبب الدواعي
التي يخلقها الله في قلبه وهي الدواعي القلبية بين المعتزلة والماتريدية. الدواعي القلبية عند المعتزلة يخلقها الله، يخلقها الله، لأنه لا يمكن أن القول بالترجيح بلا مرجح، لا يجوز الترجيح بلا مرجح عند المعتزلة. عند الماتريدية هذه الدواعي أمور يعني لا نقول بأن خالقها هو الله، ولكنها أمور عدمية، أمور عدمية، والماتريدية يقولون بجواز الترجيح بلا مرجح. فبناء على ذلك، بناء على ذلك يرجع فعل الإنسان عند المعتزلة إلى الله، وعند الماتريدية لا يرجع إلى الله بحسب الدواعي كما يتصوره أو كما يصوره الشيخ مصطفى. طيب يا شيخ مصطفى رحمك الله ورضي عنك، الماتريدية وإن قالوا بأن هذه الدواعي ليست موجبات وأنها أمور لا تدفع الإنسان ولا تضطره إلى الفعل، وبالتالي الإنسان له إرادة هي الإرادة الجزئية، فإنهم مع ذلك يقولون إن الخالق لفعل الإنسان هو الله، بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقولون نعم الدواعي من الله، لكن الخالق لفعل الإنسان هو نفس الإنسان. فكيف يستوي المذهبين؟ يعني كيف يمكن المساواة بين المذهبين، بين مذهب يقول الله خالق أفعال العباد وللعباد فيها العزم المصمم، وبين مذهب يقول الإنسان خالق أفعاله ولله فيها الدواعي؟ أيهما أقوى تأثيرا في فعل العبد؟ الدواعي ولا الفعل نفسه الذي هو بخلق الله؟ لا شك أن الفعل نفسه الذي هو بخلق الله أقوى. طيب تفضل. قال بسبب الدواعي التي يخلقها الله في قلبه وهي موجبات لا مرجحات كما حققناه. وظهر أيضا أن الفرار من مذهب المعتزلة المتهمين بإنكار القدر والمسمين بما أنكروه عن القدرية إلى أي مذهب من المذاهب المتوسطة بين الجبر والاعتزال، إما أن يعود إلى الجبر غير المرغوب فيه لكون مآل الخليطة الممنوحة للإنسان في أي مذهب متوسط المركبة من الاختيار والاضطرار، اضطرارا مخلا باستقلاله، وإما أن يعود إلى الاستقلال الموجود في الاعتزال غير المرغوب فيه أيضا، بل الهروب منه أو إلى أشد المهروب منه، بل المهروب منه أو إلى أشد منه وأكثر كما في مذهب الماتريدية. يعني هو يريد أن يقول إن الماتريدية أراد الفرار من مذهب المعتزلة. هؤلاء المعتزلة الذين سماهم خصومهم قدرية لإنكارهم القدر، طيب، أو يقول المتهمين بإنكار القدر. طيب فيقول إن مذهب المعتزلة هذا إما أن يعود إلى الجبر الذي فروا منه خلاص، وإما أن يعود إلى الاستقلال، لأنه العملية عند الشيخ منحصرة في مذهبين زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، جبر أو تفويض، ولا وسط بينهما عند الشيخ. فهو إذن
يقول بأنه والله الواحد بيتعجب من الكلام الذي يقوله الشيخ. يعني تخيل حصر المذهبين في جبر وتفويض، جميل، ثم جعل القائلين بالتفويض هم القائلين بالجبر اللي هم المعتزلة، فصار المعتزلة قائلين بالجبر، والأشعرية قائلين بالجبر، والماتريدية وحدهم اللي مذهبهم يلزم عنه التفويض. شوف ألعاب الشطرنج اللي الشيخ بيعملها، ألعاب الشطرنج الشيخ بيلعبها. يعني جعل الماتريدية في مسألة التفويض أكثر من المعتزلة الذين أرادوا أن يفروا منهم. يشوف هو كيف يعني استطاع أن يشنع على الماتريدية، وكيف استطاع أن يصور مذهب الماتريدية. لا شك أن هذه قدرة خارقة يعني، ولا يلزم من القدرة الخارقة أن يكون الكلام صحيحا. ماشي. وإما أن يعود إلى الاستقلال الموجود في الاعتزال غير المرغوب فيه أيضا بل المهروب منه، أو إلى أشد منه أكثر كما في مذهب الماتريدية. يعني مذهب الماتريدية مذهبهم أو الاستقلال الذي ينسب العبد فيه أكثر من المعتزلة، لأنه يمنح الإنسان في مذهب الماتريدية، فالإنسان يمنح ما لا يمنحه مذهب المعتزلة. أعتقد هذا الكلام لا قائل به يعني، لا في الأولين ولا في الآخرين. هل مر عليكم أن في حد قال ذلك عن مذهب الماتريدية، إنه يمنح الإنسان ما لا يمنحه مذهب المعتزلة؟ هل نحتاج إلى أن نذكر الواضحات؟ يعني المعتزلة لما يقول الإنسان خارق أفعاله دي محتاجة شرح، ولما الماتريدية يقول الإنسان لا خلق له دي محتاجة شرح. هذه محتاجة شرح. سبحان الله، لن تجد أحدا يقول ما يقوله الشيخ مصطفى لا في الأولين ولا في الآخرين. يعني ده يبين لحضراتكم قدرة الشيخ على تصوير الأمور بصورة شنيعة إذا أراد. كلامه طبعا غير مسلم ويحتاج إلى مناقشة، كلامه غير مسلم ويحتاج إلى مناقشة كبيرة، لأنه لا يمكن أبدا التسوية بين قول الماتريدية الذين يقولون بأن أفعال العباد مخلوقة لله مكتسبة للعباد وله في إيجادها تأثير في وصف الفعل في أصله حتى نصحح الاختيار والتكليف والحساب، لا يمكن التسوية بين هذا مع مذهب المعتزلة الذين يقولون باستقلال العباد بخلق أفعاله بعد إذ أعطاهم الله القدرة عليها. الشيخ يعني لا يفرق بين الخلق والكسب مثلا؟ لا نستطيع أن نقول هذا ولا نستطيع أن نتهم بهذا. مذهب الماتريدية متسق، فهذه الدواعي عدمية عندهم لا تحتاج إلى خالق. الشيخ الآن ماذا يفعل؟ يلزم الماتريدية بفهمه هو لمذهبهم، ثم يبني على فهمه لمذهبهم، هذا الفهم الذي لا أقول دقيق بل الذي أقول متعسف، فهم متعسف لمذهب الماتريدية، يبني على هذا الفهم المتعسف بناء باطل آخر، وهو أن المعتزلة أقرب إلى الجبر يعني الفهم الصحيح لهذه المسألة من الماتريدية. هذا كلام غريب عجيب بصراحة.
والشيخ العجيب انه اكد ان المساله عويصه ومن اعوص العويصات. طيب اذا كانت المساله عويصه يا شيخ كما قلت، فلماذا تستسهل هذه المره اتهام الماتريديه بهذه التهمه التي بالمناسبه لا يوافق عليها الاشاعره ولا الماتريديه؟ صح يا مشايخ؟ ماشي يا تفضل. قال: واما نحن الذين نؤمن بالقدر الذي اعتنى بشانه الاسلام ولعن منكريه ولا نأبه لايمان بالقدر التابع لاختيار الانسان المستقل باستقلاله في ارادته الجزئيه كما في مذهب الماتريديه، فنختار الجبر على اعتزال المعتزله واعتزال الماتريديه الذي هو أشد. نعم، الجبر الذي نقول به غير الجبر الذي تقول به الفرقة الضالة الجبرية النافون لاختيار الإنسان وإرادته، وهو أي الجبر الذي نختاره ما يسمى الجبر المتوسط، سواء قال به الأشعري أو رجع عنه إلى ما يتحد مع مذهب الماتريدية، لأن لا نقول القول تقليدا لأحد. في التعليق سيدي يقول: على أني أرى في غاية البعد أن يرجح أن يرجع شيخ الأشاعرة عن قوله المعروف في أفعال العباد المفسر بالجبر المتوسط، ولا يكون للأشاعرة المؤلفين في علم الكلام والباقين على مذهب الشيخ القديم وفيهم فحول المحققين مثل الرازي والغزالي والقاضي عضد الدين والعلامة التفتزاني والسيد الشريف الجرجاني والجلال الدواني، علم برجوع الشيخ ولا بتأليفه الجديد المسمى بالإبانة. يعني هو الشيخ بيقول انه الشيخ هنا عنده كتابين كما تعلمون يا مشايخ، شيخ السنة أبو الحسن الأشعري عنده الإبانة وعنده ماذا؟ اللمع. الإبانة واللمع. الدارسين للكتابين بيقولوا إنه في بينهم اختلاف في بعض المسائل، على أساس إنه الإبانة أسبق تأليفا من اللمع، وإن اللمع هو آخر ما استقر عليه رأي الشيخ الأشعري، وإنه ألف الإبانة تقريبا للحنابلة. طبعا هذا الكلام بناء على الإبانة الموجودة بين أيدينا الآن، لأنه في نسبة الإبانة المتداول بين أيدي الناس الآن للإمام الأشعري كلام نبه عليه مشايخنا رحمهم الله تعالى. يعني كتاب الإبانة واللي هتلاقوا السلفيين فرحانين به، مع إنه سبحان الله لما الشيخ كتب الإبانة في عهده لم يرضى به الحنابلة. فكتاب الإبانة الذي يفرح به الآن باعتباره يعني الشيخ هو آخر كتب الشيخ، السلفيون يقول ومن يناصرهم يقولون ذلك، إن الإبانة هو آخر أقوال الشيخ أبو الحسن الأشعري، هو ألف اللمع أولا ثم بعد ذلك الإبانة، وفي الإبانة رجع إلى مذهب أهل السنة تماما فصار حنبليا تماما، رغم أن الحنابلة في عصره لم يقبلوا منه هذا الكتاب. على العموم الإبانة الموجود بين أيدينا في نسبته كلام، مع قطعنا بأن الشيخ أبو الحسن الأشعري له كتاب اسمه الإبانة، لكن هل هو الموجود بين أيدينا؟ في هذا شك، في هذا شك، لا سيما أن تلامذة الرجل أعلم بأقواله من غيره. يعني أنا الآن كيف لا أخذ مذهب الأشعري من ابن فورك مثلا الذي كتب مجرد المقالات، وكيف أقدم كتاب مشكوك في نسبته عن أقوال متواترة في المذهب؟ يعني أمور كثيرة تبحث في هذا الصدد. أنصحكم بقراءة مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب الإبانة،
مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب الإبانة، وأيضا مقدمة الدكتور حمودة غرابة لكتاب اللمع. والشيخ عرفت أن الشيخ شيخنا الدكتور حسن الشافعي حقق اللمع أيضا ونشره ضمن مطبوعات مجلس فتماء المسلمين. لا لم أره الحقيقة ولا أعرف ماذا كتب في المقدمة، فإن كان الشيخ حرر هذه المسألة فيكون هذا جيدا. ماشي، تفضل يا مولانا. قال: وليس معنى الجبر المتوسط أنه جبر متوسط القوة، لا شديدها كالجبر الذي في مذهب الجبرية الضالين، إذ لا فرق بين الجبرين في المذهبين من حيث القوة والتأثير، حتى إن الجبر الذي نقول به يفوق الإكراه في القوة كالجبر في مذهب الطائفة الضالة سواء بسواء. ومع هذا فلا إكراه في كلا الجبرين لعدم تعارضهما بإرادة المجبور. أما عدم التعارض في مذهبهم فلعدم الإرادة والاختيار للإنسان في مذهبهم، وأما عدم التعارض في مذهبنا فلأن الجبر الذي نقول به يأتلف مع إرادة الإنسان واختياره، حتى لو قلنا إنه لا جبر في مذهبنا لصح ذلك، إذ الإنسان يفعل ما يفعله عندنا بإرادته واختياره، إلا أنه لا يريد ولا يختار إلا ما يريد الله ويختاره له. إذن الشيخ يريد أن يبرئ مذهبه، يريد أن يبرئ مذهبه من الجبر، ويقول إن الجبر الذي نقول به ليس فيه إكراه، وهذا هو الذي يصحح ماذا؟ حساب الإنسان وتكليفه من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن تصويره لمذهب الجبرية هنا عندما يقول أما عدم التعارض في مذهبهم فلعدم الإرادة والاختيار الإنسان في مذهبهم، أما عدم التعارض في مذهبنا فلأن الجبر الذي نقول به يأتلف مع إرادة الإنسان. يعني هو يريد أن يفضل مذهبه على مذهب الجبرية الخلص، فيقول مذهب الجبرية الخلص لا إرادة الإنسان فيه، مذهبنا إرادة الإنسان باقية لكنها مؤتلفة مع إرادة الله، إرادة الإنسان مؤتلفة مع هذا الجبر، يسيران في خط واحد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، حتى لو قلنا إنه لا جبر في مذهبنا لصح ذلك، إذ الإنسان يفعل ما يفعله عندنا بإرادته واختياره، إلا أنه لا يريد ولا يختار إلا ما يريد الله ويختاره له، فكأنه مجبور من غير جبر. وفيه كمال قدرة الله الذي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فمراد العبد ومختاره فيما يفعله أو يتركه بطيب نفس منه لا بد أن يتفق مع مراد الله ومختاره، وإلا لا يحصل ذلك الفعل أو الترك، بل لا يكون مراد العبد ومختاره أيضا، وكأنه مجبور على اختيار ما يطيب له من حيث إنه موافق لما أراد الله واختاره له. ونحن الذين لا ننفي إرادة العبد واختياره، وإنما نقول بتوجيههما لزاما لا بجبر من الله، بل برغبة خالصة من صاحب الإرادة والاختيار إلى وجهة إرادة الله واختياره. لا يمسنا تعريض الخصوم بكون الإنسان في مذهب الجبر كالجدار. أما قول فضيلة الصديق في تعليقاته على اللمعة صفحة 96، الآن سيناقش مسألة هل يلزم على هذا الجبر الذي اختاره ارتفاع المسؤولية كما يقول العلامة الكوثري. فهو الآن سيناقش قول العلامة الكوثري في هذه المسألة، إنه الجبر يلزم عنه
القول بارتفاع التكليف. هو الآن سيقول لا، لا يلزم عنه ارتفاع التكليف. نعم، من لوازم الجبر المحض يقول. من لوازم الجبر المحض ارتفاع مسؤولية العبد، فالقول بالجبر المحض مع التزام هذا اللازم كفر بواح، والقول به مع نفي اللازم خرق مكشوف. خرق مكشوف، خرق يعني جنون، يعني أنت تقول بالجبر ثم تنفي لوازمه، هذا جنون. نعم، فمنشأ الغلط فيه مع التشدد في القول الناشئ من شدة الغلط كون فضيلته من المستسهلين لحل هذه المسألة، وهذا القول المشدد وإن كان موجها إلى الجبر المحض دون الجبر المتوسط الذي نقول به مع القائلين، لكن لما كان هذا الجبر المتوسط يرجع في النهاية إلى الجبر المحض لعدم الفرق بينهما في قطيعة التأثير في قطعية التأثير لزم أن لا يسلم الجبر الجبر المتوسط أيضا، أي الجبر في أفعال الإنسان بواسطة التأثير في مبادئها البعيدة. يعني يريد أن يقول إنه كلام الشيخ رغم إنه ما صرحش بأنه بيتناول الجبر المتوسط، لكنه بيتناول الجبر المتوسط أيضا، فلذلك هو يرد عليه. لا يسلم من طعن فضيلته. والشق الأول من الطعن وهو كفر القائل بالجبر مع التزام ما يلزمه عنده من ارتفاع مسؤولية العبد مسلم به عندنا تمام التسليم، سواء كان هذا الالتزام أي القول بارتفاع المسؤولية في الجبر المحض أو الجبر المتوسط. أما الشق الثاني أعني كون القول بالجبر مع نفي لازمه عنده الذي هو ارتفاع مسؤولية العبد خرقا مكشوفا فغير مسلم، وعدم التسليم هذا مبني على عدم التسليم بلزوم ارتفاع المسؤولية عن العبد للقول بالجبر لا سيما الجبر الذي نقول به. يعني شوف الشيخ عشان ينصر مذهبه جعل مذهب المعتزلة يؤول إلى الجبر، وجعل مذهب الجبر مش جبر، يقول لك يعني حتى على مذهب الجبر لا سيما الجبر الذي نقول به، لا سيما الجبر الذي نقول به. طب يعني إذا افترضنا أن الجبر الذي تقول به يا شيخ لا يرتفع عنه أو ترتفع عنه هذه اللوازم، طب كيف ترتفع عن الجبر المحض؟ كيف ترتفع عن الجبر المحض؟ سبحان الله. يعني شوف، أنا قلت لكم الشيخ بيلعب الشطرنج، يعني جعل مذهب المعتزلة أقرب إلى الجبر من مذهب الماتريدية أولا، ثم جعل مذهب الجبرية ليس هو مذهب الجبرية، طيب فقد أثبتنا، يقول فقد أثبتنا في تحت سلطان القدر وفي هذا الكتاب إثباتا عقليا ونقليا أن إرادة الله محيطة بكل شيء في العالم على أن لا تكون أفعال العباد خيرها وشرها خارجة عن هذا الحكم، وليست إرادة الله المتعلقة بأفعال العباد عبارة عن كونه خلقهم ذوي قدرة واختيار يفعلون بهما ما يشاءون من غير تدخل من الله في أفعالهم أو مبادئ أفعالهم التي تنبعث منها الأفعال، بل لله تعالى إرادة أخرى بجنب كل فعل فعله عبده، وذلك الفعل يحصل بفضل هذه الإرادة. طيب، وهذا ما يقوله الأشاعرة، وهذا ما يقوله الماتريدية، وهذا ما يقوله الجبرية. طيب، ونفات هذه الإرادة، ونفات هذه الإرادة الذين يخالفوننا مين بقى؟ مين
معتزلة، مفيش غير المعتزلة، لأن الماتريدية لم ينفوا أن لله في أفعال عباده صنع، وهذه العبارة متكررة في تفسير الماتريدي، لله في أفعال العباد صنع. طيب، فهو الآن هيرد على المعتزلة؟ ماشي، تفضل. ونفات هذه الإرادة، ونفات هذه الإرادة الذين يخالفوننا في تفسير قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعترفون بإرادة الله العامة المتعلقة بأفعال العباد. طيب. وهي إرادته في أصل خلقتهم، مستعدين لتولي أفعالهم، قادرين عليها ومختارين، من غير أن يكون لله تعالى إرادات خصوصية مفصلة تتعلق بخصوصيات أفعالهم. فيكون مذهب المخالفين هذا قولا بأن الله تعالى يريد أفعال العباد بكلياتها، ولا يريدها بجزئياتها المنقسمة إلى الخير والشر، على طراز قول القائلين بأن الله يعلم. على طراز ولا على طرز؟ على طرز سيد. ماشي. على طرز قول القائلين بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يا لطيف. كل ذا مذهب المعتزل، ليس للماتريدية علاقة به، نفات هذه الإرادة التي لله، يعني نفات هذه الإرادة التي هي إرادة الله. كل ذا مذهب المعتزلة. طيب، خلينا معاه. ثم مذهبهم هذا يصادم قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقوله حكاية عن سيدنا شعيب ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أثبتنا أن إرادة الله محيطة بكل ما يكون في العالم، وأن كل إرادة للإنسان متعلقة بأفعاله تنبعث موافقة لإرادة الله، وهو منشأ الجبر. يقول في التعليق ولا تنسى أن إرادة الله قد تفترق عن رضاه كما هو من مقررات علم الكلام. نعم، هذا معلوم. واعترفنا مع ذلك بأن مسؤولية الإنسان عن أفعاله حق، ولم يكن اعترافنا بمسؤولية الإنسان عن أفعاله إيمانا بنصوص كتاب الله في ذلك فقط، أو خوفا من استحقاق منكرها إلا الإكفار فقط، بل لكون عقولنا أيضا تؤيد مسؤوليته في الدنيا والآخرة عن أعماله، كما تؤيد وقوع تلك الأعمال تحت إرادة الله الذي ينشأ منه الجبر أو ما يشبهه. فلا نتردد في كون مجازات المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة حقا وعدلا، مع علمنا بأن كلا منهما فعل ما فعله تحت مشيئة الله. ولو شاء ربك ما فعلوه. فنحن مقتنعون بحقيقتين أولاهما أن ما فعله العبد هو ما شاء الله أن يفعله العبد، وما شاء الله لا بد كائن، فهذا الفعل مكتوب على العبد أن يفعله، وهو وإن كان يفعله باختياره، لكن عدم افتراق اختياره عن اختيار الله الذي يستميله إليه بتهيئة مبادئه في قلبه يجعله كالمجبور في فعله، كما هو منطوق قوله تعالى وما تشاءون. لن يقول هنا إيه الشيخ، ده خلاصة مذهب الشيخ يا مشايخ.
هذه خلاصة مذهب الشيخ، أن ما فعله العبد هو بعينه ما شاءه الله، وما شاءه الله لا بد واقع، فالإنسان إذن سيختار، لكن هذا الاختيار لا بد أن يقع موافقا لاختيار الله. كيف سيقع موافقا لاختيار الله؟ بوجود الدواعي التي يخلقها الله في قلبه، بحيث يختار هذا العبد بإرادته وفق هذه الدواعي عين ما اختاره الله عز وجل. فهمتم؟ هذه خلاصة مذهب الشيخ في المسألة. طيب، فهو مجبور فيه ومسؤول عنه، وكلا الأمرين حق مطابق للواقع بأدلة من العقل والنقل، لم نأل جهدا ثم لم نأل جهدا في بيانها وإيضاحها. يقول سيدي في التعليق: حكى صديق لي أنه سمع واحدا من العلماء بالإسكندرية قرأ كتابي القول الفصل ونال إعجابه، غير أنه وجدني أطيل الكلام وأردده وأنا ألفته، وكل من وأنا ألفته وأنا ألفته وكل من يجد في الكتب ما وجده وكل لا وأنا ألفته صح يا شيخ، وأنا ألفته يعني ألفت نظره، ألفته نعم، وأنا ألفته وكل من يجد في كتب ما وجده إلى أني ألفته يعني إلى أني لا أكتب، إلى أني لا أكتب إلا في صعاب المسائل التي اختلط فيها الحابل بالنابل، فربما تبعد مسافة الخلف مسافة الخلف في المسألة، مسافة الخلف في مسألة واحدة بين عدها من أعوص العويصات وعدها من أجل البديهيات، وربما يتعمد عامد أو يتمرد مارد، فأضرب في حديد بارد أضرب فيه إلى أن يحره ويلين من توالي الضربات. يعني هو بيكرر، انتم لاحظتم هنا انه الكلام اللي احنا بنقراه الان قرانا قبل ذلك، يعني الشيخ عبر عن مذهبه باكثر من طريقه وكرر واعاد بألفاظ مختلفه، فهو بيبرر هنا لماذا يعيد ويزيد في كتبه، لانه بيكتب في مسائل صعبه تحتاج الى توالي الضربات، انك توضح المساله باكثر من طريقه حتى تفهم. نعم. قال: وليس من دأبي أن أتكلم كلاما مقولا أو أركب طريقا معبدا، بل يراني القارئ دائما أتخير المزالق وأتصور كل حالق، ثم إني أحرص كل الحرص على أن ينتهي قراء كتبي من هذه المباحث العميقة المرتبكة إلى نتيجة محصلة، فيتجاذبني هذا الحرص وما بي من العجمة وضعف اللغة إلى ما وجده الناقد الإسكندراني من إطالة في القول أو ترديده، فإني في هذا الموقف كحافر بئر بإبرة، ومع نعم. هذا فقل ما يخلو ترديدي إن شاء الله من تجديد وإطالتي من طائل. نعم، جزاه الله خير. وفعلا الشيخ يعني عبر عن هذه المسائل العويصة بألفاظ عصرية تصلح أن يقرأها الصحفيون وعموم المثقفين، فجزاه الله خيرا على ذلك. نعم. فكيف يصح بعد أن كانت مجبورية العبد ومسؤوليته حقيقتين مطابقتين للواقع، أن يكون ارتفاع مسؤوليته وهو نقيض الحقيقة الثانية من لوازم الحقيقة الأولى؟ أو كيف يصح أن يكون الجمع بين الحقيقتين في عقيدة واحدة وهما مجبوريته ومسؤوليته خرقا مكشوفا؟ يعني الشيخ هنا يريد أن يقول إحنا على مذهبنا بنجمع بين الجبر والمسؤولية، كيف ذلك؟ كيف نجمع في مذهبنا في مذهبه يعني بين المجبورية التي يقول بها مع المسؤولية أيضا؟ هذا ما سيوضحه في الفقرات القادمة التي نبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.